اهلا بيكم مره تانية في الماتش، منوريني الاصدقاء الاعزاء محمد المحمودي وامير عبد الحليم. محمودي بالمناسبه خاسس. محمود ازيك حبيبي يا خاسس؟ ازيك والله. انت والله اتمنى اصلا بقول له خاسس من شويه فقال لي فين ده فين والله. فقلت اقولها له على الهوا يعني 6 كيلو ولا بيزيد ولا بيقل. كويس انهم ساطين الحمد لله. منور ان شاء الله يفضلوا ساطين ويقلوا. حبيبي حبيبي. وامير عبد الحليم، ميرو ازيك؟ مساء الخير. اخبارك ايه؟ اخبارك انت يا عم؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. طيب انا هبدا معاكم بحاجه تفرح، والهاند بول النهارده اولا فرحنا ان هو ما صحناش بدري قوي زي كل يوم، ثانيا فرحنا بنتيجه واداء خياليين قدام منتخب المانيا وتاهل لنصف نهائي. شفت ازاي ده يا محمودي؟ واحده من النجاحات القليله في الرياضه اللي مش بتكون بالصدفه، وده اجمل حاجه في الموضوع، انك مش تحس انك بتتكلم عن حاجه حتى لو انت افورت فيها هتخزلك بعد كده. اليد اتبنى على اساس صلب جدا من سنين طويله، والحقيقه انه المشروع ده بيكمل المسيره الناجحه اللي بدات من التسعينات مش بس من دلوقتي. كل حاجه هنقولها دلوقتي تقدر تحط عكسها في كره القدم، علشان كده لازم واحنا بنتكلم عن اليد تبص بنفس النظره دي على كره القدم، بمعنى انك بدات في منتصف التسعينات بعد جيل شاب قوي او جيل من الناشئين قوي في 93 لمشروع عمالقه بيختار لعيبه باسس هي على قوه بدنيه، تحمل، لياقه، كلها امور بنتكلم فيها من التسعينات على الكوره، ان احنا كل ما بنواجه المدارس الافريقيه، المنتخبات العالميه، منتخب اولمبي، منتخب اول، بتفضل دي نقطه ضعف عندنا اليد عالج ده بمشروع العمالقه. بعد نهايه مشروع العمالقه اصبح المديرين الفنيين عندهم الخبره انه ازاي يختار لعيبه، حتى وان كانت اللعيبه دي من انديه تعتبر انديه الذوات زي هليوبوليس مثلا، لكن كميه اختيار اللعيبه الجسمانيا قويه اللي عندها ثقافة، ودي النقطة التانية اللي لازم نتكلم عنها، بمعنى الثقافة مش انك تكون متعلم او تكون انت مثقف بشكل عام، لكن ان يكون عند مرحلة معينة انت شايف ان انت هنا اصبحت جاهز تقول انا هروح احترف، مش هلعب في الاهلي او الزمالك، او مش هكمل مسيرتي هنا لان عايز اخد خطوة ابعد. ثم مرحلة الاحتراف اللي احنا برضو عانينا منها في الكورة، تم الفتح الكوري لعيبة اليد ان هم يروحوا ويختلطوا بالمدارس، في اللي نجح في دوريات كبيرة زي الدوري الفرنسي، في اللي راح مستويات عادية لكن في النهاية استفاد، وبالتالي أصبح عندك وصلنا لبرشلونة دلوقتي طبعا عاليزين، وبالتالي أصبح عندك كل العوامل اللي تؤهل للنجاح. استكمالا بقى بآخر جزء كان موجود وهو الجزء الفني الموجود من خلال مدير فني محترم. أنا بسقف له النهاردة على اللقطة اللي عملها مع هنداوي بعد مشاور للاعب المنتخب الألماني إن أنت مش هتسجل، بالمناسبة لا تؤخذ عليه كليا لسبب إنه الناس مترجمة الموضوع إن له علاقة بألمانيا في السابق في 2015. في استوديو كابتن أحمد العطار قال لي إنه اللقطة دي كان دايما في لقطة في اليد شهيرة في الرميات الجزاء زي الكوبري بالظبط اللي هي الحلاقة اللي بيقولوا عليها حلاقة يعني تحليقة لو اللعيب نجح في ده الحارس بيتغاظ جدا لو الحارس صد ده بيبقى عايز يوجه للعيب اللعبه اللي هو ايه لا ما تعملهاش تاني يعني وبالتالي شويه فلتت منه لكن كان حاسس ان هتبقى اهانه لو اتسجلت فيه لكن موقفه والتدخل السريع وده اللي بيخليني اقول ان الراجل ده مش بس مجرد كوتش لا ده مانجر قادر ان هو يحتوي جميع اللعيبه نفسيا قبل الاطار الفني المذهل واللي اضاف لينا التنوع اللي كان سر الفوز على المانيا. بس اللقطه حلوه. اللقطه حلوه. لا حلو. طبعا حلوه. لا هو واللي حلها تصرف فروندو يعني هي اللقطه حلوه لو متفقين عليها يبقى يا سلام على الحلاوه ما دام احنا اللي عاملينها دي. لا يا جماعه بلاش يعني برضو منافس محترم بلاش نعمل فيه كده. امير احنا على بعد خطوه من تحقيق ميداليه قد تكون ذهبيه او فضيه لو كسبنا فرنسا، قد تكون برونزيه لو خسرنا فرنسا وكسبنا المباراه اللي بعدها، شايف ازاي الانجاز اللي احنا بنحتفي بيه رغم عدم تحققه كاملا حتى الان وايه السبب في ده؟ السبب في ده ان احنا عندنا جيل تاريخي، جيل احنا حاسين فعليا ان هو بيقدم كل ما عليه واقصى ما عنده علشان يسعد الشعب المصري، واحنا عارفين امكانيات الجيل ده فعلا وان هو قادر على مقارعه الكبار، وعلشان كده مباراه الدنمارك في كاس العالم الاخيره في مصر ورغم خسارتها الا انها قالت ان الجيل ده من حقك تحلم وممكن تصدق حلمك لان انت وصلت قدام بطل العالم لرميات جزاء او رميات ترجيحيه لتحديد المتاهل في النهائي. فمنتخب مصر الحقيقه هو بيقدم بطولة أولمبيات كبيرة جدا، خسر مباراة واحدة بس قدام الدنمارك في مجموعة صعبة، كسب فيها السويد اللي هي تعتبر وصيف العالم، واللي انت هنا في مصر بالمناسبة تعادلت معاها في كاس العالم وكانت سبب في ان انت تسلك الطريق الصعب وتروح تقابل الدنمارك بدل ما كنت تروح طريق اسهل شوية كان ممكن يوصلك للسيمي فاينال على الاقل. ف
منتخب مصر قدم بطولة كبيرة، الناس كلها حاسة ان الجيل ده عايز يحقق حاجة. بس انا عايز بقى اتكلم في نقطة تانية خالص، لعيبة رجالة، لعيبة بتعمل كل اللي عندها، بس هل اصلا الرياضة كده بس؟ لا طبعا. الرياضة دراسة، الرياضة معناها ان انت لازم تذاكر المنافس بتاعك علشان تقدر تعرف نقاط ضعفه ونقاط قوته وتوصل لأقصى حاجة تقدر توصل لها في المباراة اللي بتلعبها معاه. ومن هنا بتيجي تحية جارسيا باريندو المدير الفني لمنتخب مصر، واللي ممكن معانا لقطتين نعرضهم واحنا بنتكلم عليه. لقطتين لطريقة تحضيره لمباراة ألمانيا. الراجل من بعد آخر مباراة في مرحلة المجموعات قاعد قدام اللابتوب، الصورة دي من انستجرام بتاعه، 40 جيجا ماتشات لمنتخب ألمانيا علشان يدرس نقاط القوة والضعف. انت عارفش ازاي انهم 40؟ قعدنا نعد الفلاش بجد. انا قلت مكتوبه في الكابشن ولا الصوره فيها حاجه. تمام اوكي. فالراجل قاعد يذاكر المنافس بتاعه علشان يستعد افضل استعداد ليه، معاه جيل تاريخي، معاه لعيبه رجاله وكل حاجه، بس كل ده ممكن في النهايه ما بيترجمش الانتصار. الراجل قاعد اهو بيذاكر من بعد مباراه البحرين في مرحله المجموعات. طيب اصلا بقى جارسيا باروندو ده جه مصر ازاي؟ هو ده بقى الحاجه اللي احنا لازم نشيد بيها ونقول ان اتحاد كره اليد، وبرضه نشيد بالسيد هشام نصر المدير الفني السابق، لازم نبارك له كمان فعلا انه جزء كبير من الانجاز اللي حصل. انت بتتكلم عن ان منتخب مصر قبل باروندو كان معاه مدرب اسباني اخر وهو ديفيز بالظبط، واللي بالمناسبه ما كانش خالص سيء. هو قاد منتخب مصر الاحتلال المركز الثامن في مونديال 2019، وده كان افضل مركز لمنتخب مصر يمكن من مونديال فرنسا 2001، وكان رجعنا للفوز ببطوله افريقيا بعد غياب طويل بالظبط. فالراجل ده ما كانش سيء تماما. اتحاد كره اليد حب ان هو على نفس النهج. انا دلوقتي عندي مدرب اسباني بيلعب بطريقه لعب معينه وليه فكر معين مع اللاعبين، فعايز امشي بنفس المدرسه. فابتدى التفكير يروح لمين؟ لباروندو. باروندو ده بقى كان ايه بقى يعني في السنه دي؟ كان افضل لاعب افضل مدرب في اوروبا. كان ماسك فريق مقدوني اسمه فاردار المقدوني وقاده للتتويج بدوري ابطال اوروبا، فكان افضل لاعب في اوروبا. فانت في ظل الظروف دي والمعطيات دي قدرت تقنعه ان انت عندك مشروع، المشروع ده بيقول ان انا فزت بكاس العالم للشباب الاخير وخدت برونزيه كاس العالم للناشئين، عندي مشروع، عندي جيل انا عايز، وعندي كاس العالم على ارضي، فعايز اعمل حاجه مع الجيل ده. الراجل بروندو جه فاز بكاس الامم الافريقيه، وفي كاس العالم حقق المركز السابع اللي هو افضل من المركز الثامن اللي حققناه في 2019، وهو في الاولمبيات ان شاء الله نبارك له على الميداليه. والنهارده تحديدا في مباراه المانيا لازم زي ما بنشيد بشغله الكبير نشيد بكاتونجا اللي النهارده عمل 18 تصدي بنسبه نجاح 41% في كاس العالم 2015، واحنا بنتفرج على ماتش مصر والمانيا في دور ال 16 كان حارس المانيا معقدنا. صح، كنا بنلعب ماتش حلو جدا وكل لما نروح لمرمى المانيا الحارس الالماني بيتالق وبيتصدى، النهارده كاتونجا رد لنا حقنا شويه. صح مظبوط. فرنسا كسبت البحرين النهارده بفرق كبير 42-18، وده منافسنا اللي جاي في وقت بيقال انه مش ده المستوى القوي بتاع فرنسا، يعني صح. مش احسن اجيال فرنسا. في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه على طار من 2001 كلنا عشنا اللحظات دي، يعني شايفين ازاي الماتش اللي جاي؟ توقعاتكم للنتيجه؟ فرنسا مع المانيا كان الفرق هدف واحد وبصعوبه كبيره جدا فاز المنتخب الفرنسي. الاسماء قويه لكن حاسس ان المنتخب المصري فنيا يقدر يجاري ويقدر يفوز ويقدر يكرر مباراه المنتخب الالماني. اضيف بس على كلام امير حاجتين مهمين، واحده منهم تنسب للاتحاد لانه ديفيز الاسباني كان ممكن يكمل مع المنتخب المصري لكنه اشترط انه يدرب المنتخب ويدرب نادي في اوروبا. الاتحاد رفض، وبالتالي هو اقنع باروندو ان هو يكون موجود رغم انه زي ما امير قال الراجل كان في اوروبا وكان متالق و و لكنه اكبر الراجل على ان انت لو هتيجي تدرب المنتخب المصري فانت هتدرب منتخب مصر فقط لا غير، مش هينفع تدرب اي حاجه في اوروبا. الحاجه الثانيه عن هنداوي، واحده من الحاجات الجميله في اليد بعد المباراه كابتن حماده الروبي رغم انه كان من الجيل العظيم صح. في كره اليد وصف المنتخب بانه افضل منتخب في تاريخ اليد بالكامل، وصف كريم هنداوي بانه احسن حارس يد في تاريخ اللعبه بالكامل. وده نادرا ما يطلع من لاعب في نفس المركز
بهذه الصراحه يعني، فانا بحييه على صراحته، وده استكمالا لتالق كريم وحقه طبعا ان احنا لازم ندهوله. فرنسا زي ما قلت لعيبه عندها امكانيات عاليه، سن كبير شويه، بدنيا انت احسن شويه، التنوع اللي عندك في الاداء اللي ظهر مع اول 8 دقائق من الشوط الاول، الجزء الاخير من الشوط الثاني النهارده، كل ده بيقول لي ان لا مصر باذن الله تقدر توصل النهائي. 28 كانت اهداف البحرين مقابل 42 لمنتخب فرنسا اللي احنا هنلعبه، اللي مدربه كان احد لاعبي منتخب فرنسا اللي كسبونا في سيمي فاينل بطوله العالم في فرنسا سنه 2001 قبل ما يعدوا للفوز باللقب وقتها. شايف ازاي المباراه او نتيجتها الماتش اللي جاي امير؟ بص تعالى نتفق ان ايا ما كانت النتيجه الناس كلها مبسوطه، الناس كلها فخوره بالجيل ده، هم بس عايزين يشوفوا الجيل ده بيشيل ميدالية أولمبية، لأن الجيل ده فعلا يستحق. مين فينا مش عايز يشوف أحمد الأحمر اللي هو جوت اللعبة هنا في مصر بيرفع ميدالية دولية مع منتخب مصر بعد ما فاز بكل البطولات الأفريقية مع منتخب مصر؟ أعتقد أن كلنا عايزين نشوف أحمد الأحمر وهو يعني يشرف على انتهاء مسيرته بيرفع ميدالية أولمبية مع منتخب مصر، فأعتقد أن احنا كلنا فخورين باللي حققه المنتخب المصري في الاولمبياد، وهو بالمناسبه اول منتخب افريقي يتاهل لسيمي فاينال الاولمبياد واول فريق غير اوروبي من اولمبياد 1988. ده بيوضح لك صعوبه الانجاز اللي حققه منتخب مصر. لكن علشان بقى نتكلم عن المستويات، انا حاليا بشوف ان منتخب مصر يمكن تاني افضل منتخب في العالم بعد الدنمارك. يعني ده رأيي بكل وضوح حتى لو أنا مش مصري. أنا دلوقتي شايف منتخب في كأس العالم الأخيرة خسر من الدنمارك اللي هي بطل العالم برميات الترجيح، وفي الأولمبياد كسب كل ماتشاته باستثناء ماتش الدنمارك. يبقى أنا بصراحة بكل بساطة كده شايف إن ده منتخب مع طبعا تتويجات كأس العالم للشباب وبرونزية كأس العالم للناشئين، أنا بشوف إن ده منتخب فعلا يستحق إن هو يكون في النهائي ويواجه بطل العالم على الميدالية الذهبية بإذن الله. طيب قبل ما نسيب الأولمبياد على مستوى كرة اليد، نروح لنتائج المصريين النهاردة اللي بعضها كان مبهجا أو بعضها منحنا أملا في اليوم التالي إن احنا نتوج بميداليات سواء برونزية أو ربما على مستوى الفروسية مثلا ذهبية أو فضية أو برونزية. مهاب مهيمن النهاردة تأهل لنهائي الغطس 3 متر متحرك باحتلال المركز ال11 في نصف النهائي، لكن اختتم منافسات المركز أو مباراة النهائي بالمركز ال11، إنجاز كبير الحقيقة، لكنه لم ينجح في حصد ميدالية، بيرجعنا لأيام سيميكا في سنوات طويلة مضت. لحد دلوقتي مش قادر أفهم اللعبة دي، الغطس. الغطس. التحكيم فيها غريب، أنت ما بتبقاش فاهم على اي اساس ده خد كذا. غريبه جدا. صح، محتاج حد فعلا يطلع يشرح الموضوع. صح، هنحاول نعمل ده، اوعدك بجد. طيب محمد متولي، وفي المصارعه الرومانيه للنهارده كنا في وقت قريبين جدا للتاهل النهائي، لكن تحديدا في قصه كيشو هنتكلم. محمد متولي تاهل لربع نهائي المصارعه الرومانيه وزن 87، واصل تالقه بالصعود لنصف النهائي، لكن خسر من المجري لورينكس بنتيجه 9-2، وغدا ينافس على البرونزيه. اما محمد كيشو كان متقدما بفارق 6-0 يعني، لكن ده في المباراة نصف النهائية قبل ما يخسر بعد كده بإنذار في نهاية المباراة من الأوكراني ناسيبوف، وغدا بإذن الله ينافس على البرونزية. ربنا يوفقكم يا أبطال. الثنائي نائل نصار ومحمد زيادة تأهلا إلى الثنائية، والمباراة غدا بعدما احتلاه نائل المركز ال23 الأول مكرر بفارق الوقت عن المتصدر وبدون أخطاء. زيادة المركز 26 بخطأ وحيد، وودع عبد القادر سعيد المنافسات باحتلاله المركز ال62. مصطفى عمرو تأهل لنهائي منافسات رامي الجلة في العاب القوة بعد ما احتل المركز الثالث برقم 21 و23 سنتي. ودع محمد مجدي منافسات رامي الجلة في العاب بعدها القوة بعد ما احتل المركز ال12 برقم 19.82 متر. الثنائي ليلى علي وهنا هيكل ودعتاه منافسات السباحة التوقيعية روتين زوجي حر بعد احتلالهما المركز 19 برصيد 156.76 نقطة. ومنتخب اليد طبعا اتكلمنا على دخوله التاريخ كأول بلد عربي وأفريقي يتأهل لنصف نهائي الأولمبياد بالفوز على ألمانيا بفارق 5 أهداف. بكرة إن شاء الله إيهاب عبد الرحمن حمد الله على السلامة هيظهر في ألعاب القوى رمي الرمح الدور التمهيدي بكرة، ده اللي هو كمان أقل من ساعتين، الساعة 2:05 الفجر. ساعة ونص. مظبوط. مؤمن مهران في سباق القوارب في كانوي كاياك 200 متر في التصفيات الساعة 2:30 أو 2:37 دقيقة. في سباق القوارب في نفس اللعبة لكن كانوي كاياك 500 متر سما أحمد هتلعب التصفيات الساعة 4 فجرا ودقيقة. مها جودة في لعبة الغطس 10 متر ثابت في التمهيدي الساعة 8 صباحا.
أمناء النصار ومحمد طاهر زيادة، فسيلعبان في النهائي على مستوى قفز فردي رجال في الفروسية الساعة 12 ظهرا. محمد كيشو يلعب مع الفائز من روسيا والدنمارك في المباراة تحديد الميدالية البرونزية 67 كيلو جرام، لكن هتتحدد بعد مباراة روسيا والدنمارك موعدها يعني. محمد متولي يلعب مع الفائز من مواجهة بطلي ألمانيا وكيرغستان في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في توقيت برضو يحدد لاحقا على مستوى وزن 87 كيلو جراما. الميداليات على مستوى ترتيب دول العالم، الصين ما زالت الأولى ب 69 ميدالية منهم 32 ذهبية، أمريكا 73 ميدالية منهم 24 ذهبية، تالي الصين وأمريكا اليابان وأستراليا وروسيا. في المركز السادس يأتي بريطانيا وألمانيا سابعا وثامنا فرنسا، هولندا في التاسع والمركز العاشر كوريا الجنوبية ب 19 ميدالية منهم 6 ذهبيات. الحمد لله على السلامة، أهلا بكم مرة ثانية. طيب إحنا لعبنا البرازيل وخسرنا في ربع النهائي، وعاد المنتخب وعاد لاعبوه لأنديتهم، وكل لاعبيه مش هيلعبوا ماتشات بكرة. بتكلم على بيراميدز 3 مريحين، الأهلي 5 مريحين، ودخل صلاح محسن بعد ما تأجل لنا الدوري يومين فكأن شيئا لم يكن. لكن برازيل كنا ممكن نقدم أفضل مما قدمناه، مش كده يا أمير؟ طبعا طبعا طبعا. يعني تعالى كده ناخد الجمله اللي هي بتاعت الأسوأ من الهزيمه عدم القتال للفوز. ايا كان مين اللي قالها، هو ده فعلا اللي حصل في مباراه البرازيل. احنا خسرنا من البرازيل في كاس القارات 2009، وخسرنا من البرازيل في اولمبياد لندن 2012. هل كان في حد زعلان ان منتخب مصر في المناسبه دي او في المناسبه دي خسر الماتشين؟ ولا اي حاجه خالص. الناس كلها كانت فرحانه. خسرنا الماتش ده في الثواني الاخيره، وخسرنا الماتش الثاني 3-2 في الاولمبياد في مرحله المجموعات، وعملنا مباراه ممتازه. لكن هنا ضد البرازيل في 2021 احنا خسرانين 1-0 والناس زعلانه. الناس زعلانه عشان خسرنا 1-0؟ لا، الناس زعلانه علشان ما رحناش بهجمة واحدة على مرمى منتخب البرازيل، وحتى الهجمة العنترية اللي كانت في الشوط الأول اللي كان بيتابعها أكرم توفيق، هي فعليا لما تيجي تتفرج عليها تاني هي ولا كانت جملة فنية ولا كانت حاجة تحس إنها متفق عليها ما بين اللاعبين. مجهود فردي من كريم العراقي بعد كده بيشوط بشكل غريب جدا كأنه هو أصلا مش عارف إيه مكانه ومفترض يشوط ولا ما يشوطش، بعد كده أكرم توفيق الكرة بتخبط في راسه، يعني ما كانتش هجمة فعليا، محاولات فردية من رمضان صبحي، لكن في النهاية ما كانش فيه الفنية، وهو ده اللي مضايق الناس. الناس حاسة ان احنا رايحين هناك ملناش اي شكل هجومي تماما، تأهلنا من مرحلة المجموعات، وخد بالك دي النقطة التانية اللي عايزين نتكلم فيها، ان هو اصلا مش انجاز التأهل من مرحلة المجموعات، السيناريو هو اللي حاسس الناس ان هو انجاز. لكن اصلا انت داخل وانت المفترض منافس فعليا مع اسبانيا على التأهل من المجموعات. الارجنتين نفسها اهتمامها الكامل كان رايح لكوبا امريكا، مش واخده اي اسماء كبيره، مش واخده حتى لو تارو مارتينيز اللي من المفترض ان هو كان يبقى مع المنتخب ده، فهي فعليا قايمه مش واخده من الارجنتين غير اسمها. ده مش يعتبر انجاز. خسرت ضد البرازيل باداء سيء جدا، حتى كمان على مستوى الدفاع انا مش شايف ان احنا كنا بندافع كويس. محمد الشناوي شال بلاوي بلاوي فعليا، يعني محمد الشناوي الحقيقه كور كتيره جدا تعامل فيها ببراءه، لو كانت اي كوره سكنت مرمام ما كانش اي حد هينتقده. داني الفيش نفسه بعد الماتش قال النتيجه دي غير عادله ومش بتعبر عن احداث الماتش وهو كسبان. فانت فعليا ضد البرازيل ما كانش ليك اي ملامح فنيه. في الثواني الأخيرة بعض اللاعبين حاولوا بشكل يعني فردي، تسديدة من صلاح محسن على تسديدة من ناصر منسي، لكن فعليا لك انت ما كانش ليك اي جنيه ضد البرازيل. هي دي بقى المشكلة. المشكلة بقى التانية ايه؟ ان احنا هنا واحنا بنتكلم عن منتخب اليد وبنتكلم عن اتحاد اليد وازاي يختار المدرب بتاعه وليه اختار المدرب بتاعه واختار مدرب اسباني بعد ما كان عنده مدرسه اسبانيه، احنا هنا في مصر في كره القدم مش عارفين احنا بنختار المدربين ليه. كابتن شوقي غريب مع كامل الاحترام ليه، حتى لو كان كسب الاولمبيات، هو فتره من الفترات كان ماسك المنتخب الاول وما وفقش معاه، فبالتالي تم توجيه الشكر ليه. النهارده لما يبقى في مدرب ماسك المنتخب الاولمبي، يبقى انت بتعده ان هو في مرحله من المراحل هيلعب مع نفس اللاعبين دول مع المنتخب الاول. هل انت كنت بتدي فرصه لكابتن شوقي غريب ان هو بعد كده هيمسك المنتخب الاول؟ طب ازاي وانت بتتعاقد مع كابتن حسام البدري اللي ما حققش نجاح مع المنتخب الاولمبي؟ يا جماعه احنا هنا بنختار على اي اساس؟ يعني احنا لما بنيجي نتكلم عن ازهى عصور الكره المصريه هنلاقي ان كابتن حسن شحاته كان ماسك منتخب الشباب، فلما
اللاعبين كبروا في السن وبقوا منتخب اول، كابتن حسن شحاته راح لهم وكان معاه كابتن شوقي غريب مساعد، لان كابتن شوقي غريب كان ماسك منتخب الشباب 2001، فبقى في توليفه من التعامل مع اللاعبين اللي مدربين. لكن انت النهارده هل المنتخبات كلها بتلعب بنفس طريقه اللعب بتاعت المنتخب الاول؟ لا، المنتخب الاول بيلعب 4-2-3-1 زي الانديه، والمنتخب الاولمبي بيلعب بثلاثه في الدفاع، منتخب الشباب بيلعب بطريقه ثالثه خالص، ساعات بيلعب بثلاثه في الدفاع وساعات بيلعب باربعه في الدفاع، حاجه سيستم ما تشوفوش في اي دوله في العالم. منتخب انجلترا اللي كنا بنتكلم عليه في اليورو هنا وبنقعد نحكي عن هل هو يستحق الوصول للنهائي ولا لا، بيلعب كره حلوه ولا لا، عنده سيستم. ان جارث ساوثجيت المدرب اللي كلنا مقتنعين انه ممكن ما يكونش لائق كفاية للتعامل مع القائمة الكبيرة دي من النجوم، هو في النهاية كان مدربهم في منتخب الناشئين ومنتخب الشباب، فبيكمل مشواره معاهم. ومن هنا بتيجي فكرة ان اللعيبة حافظة سيستم المدرب وبتتعامل معاه. احنا هنا في مصر دي مش اختيارات مدربين المنتخبات. هل كابتن شوقي غريب بعد نهاية مرحلة المنتخب الأولمبي كان مرشح انه يمسك المنتخب الأول؟ ما ظنش. بس خد أمم أفريقيا هنا وتم الإشادة بيه بعد التأهل للأولمبياد نفسها. أنا بتكلم دلوقتي عن السيستم، هل اللي اختاره كان في نيته إن كابتن شوقي غريب هيرجع يمسك المنتخب الأول تاني؟ لا طبعا. بس كده، هي دي الفكرة. يا سيدي لو كسب حتى الأولمبياد، ما في النهاية هتوجه له الشكر وهيروح يقعد في البيت. ففين بقى الاستفاده؟ انت كمنتخب مصر لا لو كسب الاولمبياد كان ممكن يبقى مرشح للمنتخب الاول. طب وكابتن حسام البدري بعد ما يمشي حسام البدري؟ طب وكابتن حسام البدري لو وصل كاس عالم؟ كراسي موسيقيه يعني. ولو كابتن حسام البدري كان مدرب منتخب اولمبي، كابتن شوقي غريب كان مدير فني منتخب اول، وبعدين عمل كده. ما هي دي بقى المشكله، هو السيستم يعني. ايوه، انت بتاخد اختيار. انت بتاخد الستيب بشكل عامل ازاي؟ أيوة. بتدي فرص للعيبه الصغيره مع مدربين ليه؟ علشان في يوم من الايام يكبروا مع المدربين دول. لكن انت النهارده كابتن حسام البدري لسه عنده مشوار في كاس العالم، هل انت خلاص قررت حسام البدري مش هيكمل؟ غريبه. محمودي، مش بس كده، احنا الاول اتكلمنا قبل ما اخد رايك بس هقول لك سؤال سريع جدا. هل اختيار رمضان صبحي كقائد للمنتخب في مباراه البرازيل قد يكون سبب من اسباب الخساره؟ لا. طيب ارحب هاتفيا بالزميل الاعلامي المتميز تامر امين، اللي كان رايه ان من اسباب توديع المنتخب الاولمبياد هو ارتداء رمضان صبحي شاره القياده، وده امر اثار جدلا واسعا بل ورد فعل من جانب نادي بيراميدز. استاذ تامر اهلا بيك، منورني. اهلا، مساء الخير، ازيك كابتن هاني؟ منور الدنيا، اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب يا حبيبي. انت طيب، عيد سعيد عليك، ويا رب دايما حياتنا كلها اعياد. وعلى المشاهدين كلهم يا رب. طيب ابدا الاول بمناقشه الراي اللي ذكرته وبعدين نشوف رد الفعل. ابدا بما تريد. ربنا يخليك. بدايه، ليه ارتداء رمضان صبحي شاره قياده منتخب مصر الاولمبي امر يخالف المنطق والاعراف والاخلاق؟ علشان احنا اتعودنا ان في اي كيان في سيستم، في عمل اساسه الانضباط، والانضباط هنا في ارتداء شاره الكابتن في اي فرقه رياضيه قائم على الاقدميه، وطبعا انتوا اهل الرياضه ادرى مني بهذا الكلام. والكابتن شوقي غريب محدد الكلام ده منذ بدايه سفر البعثه، وقايل ان كابتن الفريق بالاقدميه هو الكابتن احمد حجازي، فعندما يكون احمد حجازي في الملعب يجب ان يكون هو مرتدي شاره القياده. طب هجاوب على النقطه دي. اولا ان رمضان صبحي اتفضل طبعا اتفضل. رقم اثنين، انه انت ادرى مني انه شاره الكابتن ليست مجرد شاره كده لتزيين اليد يعني. الشاره دي دليل على الكابتنه، دليل على القياده. الكابتن الفريق ده هو المدير الفني جوه اللاعبين وفي الملعب، هو القادر على توجيه اللاعبين، شد من عزيمتهم، نقل التعليمات. فبالتالي هي مهمه مش مجرد جانب شكلي او الزينه يعني. طيب هو رمضان صبحي مبدئيا على مستوى الاقدميه هو اقدم لاعبي المنتخب الاولمبي، وهو كان كابتن منتخب مصر في بطولة أفريقيا اللي أهلتنا للأولمبياد، فعلى مستوى الأقدمية هو الأقدم، أضيف إليه الثلاثي الكبير، فحجازي خدها باعتبار أنه لعب أولمبياد سابق اللي هو 2012. رقم اثنين، أنه كابتن شوقي غريب اللي قال أنه حجازي هو اللي يستأذنه أنه يمنح الشارة لرمضان صبحي باعتبار أنه يستحقها، علشان حجازي دخل عليه فخدها منه، فقال له لو خدنا أول ثلاث ماتشات تأهلنا هتاخد مني الشارة. موقف الأقدمية تحقق، وموقف اختيار المدير الفني وقائد الفريق تحقق بأن هم ادوها رمضان صبحي، وبالتالي مش مخالف للمنطق أو الأعراف. طيب أولا يعني أنا انتقدت الكابتن شوقي غريب، يعني خد بالك مزبوط. أنا بالكلام بتاعي ما انتقدتش رمضان صبحي. أنا انتقدت شوقي غريب لأن هو المفروض قائد السفينة أو ربان السفينة، هو اللي بيحط السيستم والانضباط. حتى لو أحمد حجازي متكئ قال ان انا عايز اقلع الشاره واديها لرمضان علشان هو
القائد الاصلي لمجموعه الشباب اللي شاركوا في كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه. انا كمدير فني اقول له اللفته جيده منك، لكن انا مش موافق، لان ده له علاقه بالسيستم والترتيب وله علاقه بالتوجيه في الملعب وما الى ذلك باشياء كثيره. انا مع السيستم، انا مع النظام الهالي، انا ما عنديش مشكله مع رمضان وما عنديش مشكله مع حجازي وما عنديش مشكله مع اي حد، بدليل انا في الفيديو قلت لو كان اي حد تاني لبس الشاره كنت هقول نفس الكلام. هل انتقدت مثلا انني لما منح محمد صلاح الشاره في منتخب مصر الاول من 6 شهور سبقت المباراه دي؟ الايه؟ انني كابتن المنتخب الاول خد الشاره ورفض يلبسها واداها لمحمد صلاح تكريما ليه. ليه ما حصلش نفس الانتقاد؟ في ناس تساءلت القصه دي امبارح. لا، عشان انا كنت اجازه الوقت ده. اجابه هتقبلها تماما. بس اوعدك لو كنت موجود كنت قلت برضو انه السيستم والانضباط. انا على فكره كابتن هادي، لو من البدايه اتقال انه يا جماعه احنا بندي الشاره لمحمد صلاح عشان هو الاكثر شهره والاكثر نجوميه والاكثر قدره على التاثير على اللاعبين وكذا، انا ما عنديش مشكله، حط السيستم وامشي عليه. لكن تحط سيستم في بدايه السفر البعثه وبعدين تكسره اثناء وجود البعثه، ده يدلك على عدم الانضباط. وعشان تتاكد من عدم الانضباط، انت شفت بقى وانت ادرى مني ومتابع اكتر مني الشان الرياضي، شفت حاجات كتير طلعت من كواليس البعثه بعد ما خلصت المهمه. مظبوط مظبوط. دلت على انه ما كانش فيه حاله انضباط كامله في الفريق ولا في المنتخب. لكن على نفس سياق الكواليس، انه كان اكتر اتنين بيقوموا بادوار القياده كان احمد حجازي ورمضان صبحي، باعتبار ان رمضان سنهم وقائدهم قبل كده وحجازي اكثرهم خبره. ما عنديش مشكله ورمضان يقوم بدوره، بس السيستم يفرض نفسه اولا. تمام. سيستم ثم السيستم. طيب، يرى نادي بيراميدز وغير المقتنعين بوجهه نظرك امبارح انه لا، انت قلت هي مش مشكله شخصيه، لكن البعض يراها انه لا، مشكله ما بين اعلامي اهلاوي ولاعب ترك الاهلي وفضل بيراميدز في الاختيار. فبواقع انه في عده مواقف سابقه انتقدت فيها رمضان ومن قبله شريف اكرامي، هل فعلا ده ممكن يكون من ضمن اسباب الهجوم عليه؟ انا قلت امبارح انه موقفي من ترك رمضان للاهلي ليس له علاقه بالكلام اللي انا بقوله امبارح، وقلت الكلام ده في الفيديو. والدليل انه لو كان اي حد تاني من ابنائي، لو كانوا لبسوا الشاره لاحمد ياسر ريان او اكرم توفيق او صلاح محسن، كنت قلت نفس الكلام. لانه المبادئ ما بتتجزأش. انا رايي قائم على الاولويه والاقدميه والسيستم. اي حد كان يلبسها كان بالنسبه لي هيبقى شيء مخالف. تمام. رقم اتنين، زي ما انا قلت لك، انت لو سمعت الفيديو اعتقد ناس سمعته طبعا امبارح، سمعته امبارح، مفيش كلمه تدين رمضان. انا ما انتقدتش رمضان في شيء، انا انتقدت عدم فرض السيستم، وعدم فرض السيستم دي مسؤوليه الجهاز الفني والاداري. يعني انت لو خدت بالك، انا امبارح مفيش كلمه انتقدت فيها رمضان. انا قلت ازاي احنا منتخبنا الاولمبي يبقى موجود في الملعب وفيه الشناوي وحجاز ورمضان هو اللي يلبس شرط الكابتن. خليني اقول لك انه بعد يعني في النهايه، بعد حتى اسئلتي الموجهه ليك على مستوى الراي، هو من حق اي حد واحنا عارفين ومتفقين ان يقول رايه حتى لو اختلفنا في الراي، فما فيش حد من حقه ان يحجر على راي حد، حتى لو كنت بتقولها كاهلاوي بالمناسبه. يعني انا بس بناقشك عشان اسمعها بالظبط. يعني ودي نقطه اساسيه، وانا اعترض تماما على انه اي مؤسسه تشوف ان حد بيقول راي مش عاجبها فتطلع تقول ان احنا مش يعني تمنعه من قول رايه. ولكن بيراميدز راى انك تعمدت بشكل متتالي انك تهاجم اللاعب بشكل غير منطقي، فبناء عليه قدموا شكوى للمجلس الاعلى للاعلام النهارده واعلنوا مقاطعه قناه النهار اللي حضرتك بتقدم فيها البرنامج. فايه رايك او ردك على الكلام ده؟ والله انا ماليش رد، انا بحترم كل الكيانات وكل الاشخاص. كل كيان طبعا ياخد من المواقف ما يشاء. اولا انا لم اذكر نادي بيراميدز من قريب او من بعيد في كلامي، بل بالعكس انا طول الوقت يعني لما بتيجي سيره نادي بيراميدز بشجع الفكره بتاعت الاستثمار الرياضي، وانه نوع حول النادي من نادي متوسط الى نادي كبير بينافس القطبين الكبيرين وعنده صفقات وعنده استثمارات ضخمه. لكن سخرت اكتر من مره من الطموح وانتقال رمضان وشريف. ايوه، انا من حقي ان انا انتقد تصرف من وجهه نظري ما كانش مناسب، وانا من حقي ان انا اقول انه انا شايف ان القرار اللي خده رمضان صبحي بترك الاهلي والتحول لنادي بيراميدز من وجهه نظري قرار مش مظبوط حتى لصالح رمضان. وقلت وعددت الاسباب، وقلت ان رمضان فضل المقابل المادي على النادي اللي ممكن يحقق فيه القاب وبطولات، والحقيقه الايام اللي فاتت كلها اثبتت صدق كلامي.
طيب وبناء عليه هل عندك رد على الشكوى او هتقدم شكوى او جالك؟ لا ما عنديش رد. انا كل كلامي اذا جاز يعني الرد على هذا البيان انه انا بكن كل الاحترام لنادي بيراميدز كنادي وما عنديش ادنى مشكله معاه، بل بالعكس انا يعني شايف ان هو رائد في فكره الاستثمار الرياضي وما عنديش مشكله شخصيه مع اشخاص وكلهم ناس محترمه وفاضل من عندي. رقم اثنين، انا قلت الكلام ده في الفيديو امبارح وبعيده تاني، انه الكلام ده انا قلته ده ليس متعلقا برمضان صبحي، انا الكلام اللي انا قلته ده متعلقا بالانضباط الذي افتقد في القياده الفنيه والاداريه للمنتخب. فكلامي كله انا حتى في النص كده قلت ازاي يا ابو الشوق، يعني لو كابتن شوقي غريب ازاي يا ابو الشوق تسمح انه يبقى في عبث في السيستم كده وان اللعيبه توزع الشرع على بعضها بمزاجها وكان مفيش قائد للمنظومه يعني. تمام. اخيرا واحنا بنرتب ان احنا نتواصل معاك استاذ تامر، كنا تواصلنا مع او انا تواصلت مع شريف اكرامي نفسه علشان لو حابب يرد، قال لي احنا مش شايفينه اصلا. له كل الاحترام. بشكرك شكرا جزيلا استاذ تامر امين الاعلامي المتميز، ردا على قرار نادي بيراميدز بمقاطعه قناه النهار وتقديم شكوى فيه. عايزين تقولوا حاجه؟ على ايه بالظبط؟ على الحاجه اللي كنا بنعملها دلوقتي. ان كان لرمضان الموضوع علاقه او لا، فانا مش حاسس ان الموضوع له ادنى علاقه بالفنيات، هي بس القضيه منتهيه. ليه؟ لانه بعد المباراه اهم لقطه الكل تداولها حجازي واقف جنب رمضان، الاثنين بيودعوا اللعيبه الموجوده وكل واحد بيقول كلمه، وحجازي بيقول للناس خليكوا صحاب وجنب بعض والكره مش فاضله للناس كلها، ورمضان بيشكر كابتن شوقي على انه ادى الفرصه للمجموعه انها تكون مع بعض وهكذا وهكذا، الاثنين جنب بعض وواحد منهم كان على دراع على ظهر يعني حاطط ايده على كتف الثاني، فالمساله مش واضح ان فيها خلافات واضحه يعني. فلو بنتكلم على الكوره لا ما كانش فيه مشكله، لو بنتكلم على ناحيه تنظيميه فهنا بقى هنخش في سجال، هو كابتن شوقي فعلا كان متفق معاهم او لا؟ يسالوا الثلاثه في الموضوع، هل الموضوع ده اثر في حاجه في ارض الملعب او في خارج ارض الملعب؟ انا ما اظنش ان ده اثر، بس انا تاكدت انه فعلا حجازي هو اللي اقترح ان يدي اشاره لرمضان، عشان كده بقول ان القضيه ما فيهاش اي مشكله. انا بس ليا تعليق فني على المساله، لكن طبعا خد راي امير في القصه. أمير. هو بس يعني هو اكيد من حق اي شخص انه يقول رايه، مظبوط، حتى لو كنا مش متفقين معاه. بالظبط. هو بس تعليقي على حاجه واحده، ان الكلام ده ما بيحصلش في اي حته، لا هو ما فيش حاجه اسمها كده. يعني انت ضربت مثال بصلاح مع منتخب مصر واللي وقتها ما كانش فيه اي انتقادات، وفي نفس الوقت برضه في اشادات، في اشادات واحنا هنا لو تفتكر انا شخصيا لما انا كنت اتكلمت في حته الاعداميه دي وليه نغير، ناس كتيره اتضايقت مني وقالت لا ده صلاح نعمل له اي حاجه. صح. عادي. فالنقطه دي تحديدا انا شايف ان الكلام فيها عن رمضان، لان رمضان بيتعلق انتقاله ببيراميدز مش اكتر. ولو ما كانش ده حصل اعتقد ان الموضوع ما كانش هياخد الحيز ده كله، لان رمضان صبحي كان بيرتدي شاره قياده منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه، ووقتها ما كانش حد خالص بيتكلم عن القصه دي، ما حدش قال او ما حدش حاول يجيب رمضان اكبر من حد في الموجود في الملعب، رمضان ادم من حد موجود في الملعب. لو احنا رجعنا لكابتن شوقي غريب زي ما قال الاعلامي تامر امين، فكابتن شوقي غريب قال ان احمد حجازي رقم واحد، رمضان صبحي رقم اتنين، ما قالش محمد الشناوي وما قالش الونش. صح. فبالتالي حجازي لو النهارده تنازل عن شرط القياده الطبيعي انها تروح لرمضان صبحي. فهنا انا بس تعليقي على الحته دي، لكن غير كده طبعا اي شخص في الدنيا من حقه يقول رايه. مظبوط. طيب ونروح بقى نسيب الاولمبياد شويه بالمنتخب الاولمبي، ولا عايزين تضيفوا اي اضافه؟ انا فنيا بس عندي اضافه على موضوع كابتن شوقي غريب. يعني الكل اتفرج على لاعبي المنتخب المصري في الاولمبياد وكان حاسس انه في مجموعه كبيره من اللي كانوا في ارض الملعب ما فيش حد اثر بجهد او بمجهود او باي شيء في الملعب، لكن كانت الناس شايفه ان مفيش سيستم لعب واضح، وده اللي بيرجعنا للمربع الاول، المربع الاول الخاص بأن المرة اللي فاتت أنا اتكلمت على المنتخب المصري في مباراة استراليا وقلت لك أنه الكشف أو الاختبار بتاع القماشة طلع بوزيتيف بالنسبة للعيبة، لكن اختبار استدعاء كرة 2006-2008-2010 والألفية واستدعائها في 2021 هو اللي أصبح نيجاتيف. احنا كنا بنلعب كاسة 2006؟ لا أنا بتكلم زمن، بتكلم على الزمن مش على مصر نفسها، يعني زمن الكورة ده انك تستدعيه مرة أخرى عندك هنا، ده اللي ما عادش، ده اللي مش نافع أبدا. وبالتالي فأنت هنا ابتديت مع مدير فني زي ما كان بيتكلم بقى على فكرة أنت بتجيب مين ليه؟ لا أنا موافق أنك تجيب مين، لكن تبقى عارف أن المدير الفني ده بيواكب العصر،
بيتطور مع مجريات الامور، مش بيلعب نفس الكرة الروتينيه. وضربت مثل بروبرتو مانشيني، مدرب حقق عده بطولات ولكن بكره قدم كانت مختلفه تماما عن الكره اللي لعبها في يورو 2020، وبالتالي انت هنا ما عملتش حاجه تخلي المنتخب المصري يلعب كره حديثه. الجزء الاخر عشان ما يبقاش اليوم كله على الجهاز الفني، انه واضح الفرق الكبير ما بين اللعيبه اللي عندك واللعيبه الموجوده عند المنتخب البرازيلي، اللعيبه اللي عندك واللعيبه الموجوده عند المنتخب الاسباني. افتح احتراف، افتح احتراف، افتح احتراف. لا انا بقى بصراحه اختلف معاك يا محمود. اتفضل إيه انت. اقول لك على حاجه، احنا لما خسرنا 4-3 في كاس القارات كان عندنا كم محترف في القائمه؟ استثناء مش قاعده. طيب لما خسرنا في اولمبياد لندن 2012 كان عندنا كم محترف في القائمه؟ لعبت رد فعل مش ولما فعل. لعبنا ضد ضد انجلترا في ويمبلي هي الاوضح كان عندها كم محترف. الاوضح ان انت عندك شناوي واكرم توفيق وعمار حمدي من نجوم المنتخب، لعيبه محليه. بالظبط انا موافق على ده، لكن لو انت لعبت على ده هتفضل منتخب رد فعل. تعال كان اتفق على حاجه. انا متفق مع وجهه نظر محمودي. طيب. لانه الاحتراف بيدي لا صلاح تقل قوي لما سافر عنه هو نجم كبير في مصر. احنا مش هو لاعب موهوب في مصر. احنا متفقين على حته الاحتراف. آه. احنا متفقين ان محمد زيدان في كاس القارات كان فارق معانا، ومتفقين ان محمد زيدان لما رحنا لعبنا انجلترا في ويمبلي كان فارق معانا. لكن احنا دلوقتي مش بنتكلم عن خالص عن الاحتراف، احنا بنتكلم عن المدرب اللي يستفيد من المحترفين. طب ما احنا عندنا عمر مرموش. فكرنا فيه. انا لسه ده بكمل كلامي. احنا رحنا جبنا عبد الرحمن، هو فكرنا فيه بس في وولفسبورغ رفضوا. مش الفكره مش كده، الفكره انه كابتن وائل رياض، سوري امير، كابتن وائل رياض اعلن في مره عن انه احنا هنجيب المحترفين اللي بره كلهم في تجمع خارجي علشان يتفرجوا عليهم. فتفاجئنا انه في عمر مرموش على سبيل المثال، واحد من اهم اللعيبه الموجوده في المانيا، بوتنشال قوي جدا. في صلاح باشا اللي تعرف اسمه مؤخرا، عنده 17 سنه، ده تاني هداف الدوري الايطالي الموسم قبل اللي فات، اودينيزي. وبالتالي انت استفدت من اللعيبه دي ايه؟ جيت اتفرجت عليها او لا؟ فهي دي الفكره. يبقى مشكله مدرب ومشكله لعيبه. صلاح مصاب بالمناسبه باشا، صلاح باشا كان اتصاب اصابه كبيره بالظبط كده. يعني برضو دلوقتي يا جماعه احنا متفقين ان وجود الاحتراف يفرق معاك طبعا، وعلى فكره كان ممكن استغلاله بقى ازاي، وكان ممكن يبقى عندنا 20 محترف متاحين وفي الاخر خالص ما ينضموش. ما هو مصطفى محمد ما انضمش، جلطة سراي رفض. عندك ريال مدريد رفض ينضم رودريجو للبرازيل. مفيش مشكله خالص ان انت كان يبقى عندك محترفين وما ينضموش. لكن المشكله هنا في ايه؟ انت هتستفاد من المحترفين ازاي؟ ما انت ممكن يبقى عندك، معلش يعني احنا في المنتخب الاول في كاس الامم الافريقيه على ملعبنا وسنه 2019 وعندنا محمد صلاح ومحمد النني وبنلعب جنوب افريقيا اللي هي منافس يعني متواضع، وخسرنا من دور ال 16. أيوة. كان ليه؟ عشان محمد صلاح مش محترف، مع محترف ليفربول وكان افضل لاعب من افضل لاعبي العالم. ايه اللي حصل؟ لا طبعا انا السيستم اولا وبعد كده اللاعبين ثانيا. انت على سبيل المثال منتخب المجر عمل ايه في يورو 2020 في مجموعه مميته، مجموعه الموت على حساب المانيا. فانت النهارده بتتكلم عن ان مش بس المحترفين، لا. وهنا بقى ده بياخدني في حته تانية بقى خالص. هل احنا فكرنا ان احنا نعمل مؤتمر صحفي الكابتن شوقي غريب ويرد فيه على اسئله الناس اللي احنا عمالين نسالها لنفسنا دي؟ لا. حد فكر ان المفترض التقرير الفني اللي قدمه كابتن شوقي غريب يتم نشره اعلاميا علشان نعرف بقى التجربه دي كانت عامله ازاي؟ لا. هل اصلا احنا متاكدين ان في تقرير فني اتقدم زي ما اعلن اتحاد الكوره؟ لا. ما هو ما دام مش منشور او ما دام ما اتقالش تفاصيله، هو كل اللي انت بتقوله ده هو اللي يسمى شفافيه. بالظبط. اللي امبارح اصدر بيه اتحاد الكوره بيان وحيد ملوش علاقه خالص بالفنيات في اطار الشفافيه، في اطار اخر تماما، وهي قصه عبد الرحمن مجدي. لو حابين تقولوا تعليق عليها سريعا بالمناسبه عشان عايز اروح لماتش الاهلي ودجله بكره. طيب بس من غير ما تسال على القصه دي، كابتن شوقي بعد مباراه استراليا لما اتسال انه يعني حاسين بتغيير، انا والله هو نفس السيستم، هو نفس اللعيبه، هو نفس كل حاجه. فده لو امير بيسال على التقرير الفني بالزبط. هيبقى في الاطار ده. يعني عبد الرحمن مجدي، انت عايز تكلم عبد الرحمن مجدي؟ هي القصه طبعا، لان هي في تحقيقات جاريه سواء هنا او هناك، لكن انا بسال على يعني كيفيه التعامل مع الازمه اعلاميا من جانب اتحاد الكوره ومن قبله من قصه اللاعب، بغض النظر عن اختلاف الاقوال ما بينه وما بين السيده هناك. طرفين، طرف خاص باتحاد الكره المصري وطرف خاص بالنادي الاسماعيلي. اتحاد الكره اعلن عن الموضوع واعلن عن وجود تحقيق لاتحاد الكره عمل كده لانه كان يخشى من السيناريو الاعلامي، الموضوع يتسرب للاعلام، تطلع انت تعمل انترو عليه، يطلع الناس كلها تعمل انترو عليه، فالناس تقول طب فين اتحاد الكره من الكلام ده، فينال اتحاد الكره كل انواع السخط. الاسماعيلي شايف ايه؟ شايف ان انت طالما ان انت هتعمل مشكله وهتنشر بيان بالمنظر ده، فما ينفعش ان انت كنت تعمل ده غير لما التحقيقات تخلص. لانه اللعيب لو بريء فانت عملت بلبله على الفاضي. انا حاسس انه لا يمكن انك تغلط الاثنين،
الموضوع شائك جدا. اتحاد الكرة لو ما عملش ده كنت هتحس انه اتحاد الكرة لو الاعلام عرف وكان هيعرف وانت عارف هتعرف لو كنت طلعت اتكلمت على القصة دي واتحاد الكرة اخر من يعلم كان هينال سخط كبير. لكن انا في رأيي بالرغم من ده ان لو كان اتحاد الكرة نال السخط على القصة دي كان ممكن يوضح التوضيح ده فينال مكانة افضل، انه انا والله تعاملت مع الموضوع بمنتهى الشفافية اللي في الدنيا واستنيت لحد ما الاولمبياد تخلص ولحد ما الراجل يرجع ولحد ما نحقق معاه كان ممكن يبقى الرد مقبول. لكن زي ما قلت لا يمكن انك تغلط الطرفين بدرجة كبيرة في الموضوع لان كل واحد عنده الحق. امير لا طبعا بغلط اتحاد الكرة، احنا الامر واضح جدا، الحادثة دي او الواقعة دي حصلت في طوكيو وبناء عليه انت تصرفت هناك. وانا بالنسبة لي وجود عبد الرحمن مجدي هنا في مصر ده معناها ان اللاعب هنا اثبت براءته هناك. انا ما اعتقدش باي شكل من الاشكال ان عبد الرحمن مجدي كان هيغادر اليابان غير وهو براءته مثبتة هناك. بالنسبة لي يعني ممكن يكون اتحاد الكرة هيفتح معاه تحقيق هنا، لكن فكرة ان هو يرجع مصر ولا يتم حجزه في اليابان او حتى خصوصا كمان ان الاولمبيات لسه مستمره، يعني فكره ان اصل بعثه منتخب مصر رجع، طب ما البعثه المصريه كلها موجوده هناك، الرئيس اللجنه الاولمبيه المصريه موجوده هناك، وزير الشباب والرياضه بيروح هناك ساعه، فلا يعني فكره كان المفروض يعمل ايه اتحاد الكوره؟ كان المفروض اتحاد الكوره النهارده انت نزلت بيان لان انت خايف من ان الموضوع يتم تسريبه اعلاميا، يبقى انت كان لازم برضو توضح موقف اللاعب من التحقيقات في اليابان. سواء بقى تم اثبات براءته، تم اثبات ان هو مذنب ايا مكان، بس كان لازم توضح موقف اللاعب. انت النهارده نزلت بيان وقلت فيه ان حصل موقف، وحتى هالبيان ما ذكرش باي شكل من الاشكال اذا كان الشكوى اللي قدمتها عامله الفندق لسبب اخلاقي ام لاي سبب، ممكن يكون مثلا اساءه لاحدى العاملات، بالظبط ممكن يكون زعق لها مثلا وهي قدمت شكوى. المهم ان انت ما وضحتش اي تفاصيل. بس هو لو كان وثق من براءته ما كانش عامله تحقيق. ما هو هنا بقى السؤال، هل انت ضامن اصلا ان هيحصل تحقيق؟ المفروض هل انت ضامن؟ يعني هل انت متاكد ان فعلا في تحقيق هيحصل في اتحاد الكوره؟ طب سؤال، هعمل مقارنه، التعامل بتاع اتحاد الكوره في الواقعه دي عمرو ورده وتعامل اتحاد الكوره في عهد قصه عمرو ورده مع اختلاف الواقعه، لانه الواقعتين مش متطابقتين تماما. مظبوط. يعني احنا هنا حاجه عارفينها او شفناها وهنا حاجه مش فيها اختلاف، يعني في دليل على اللي بقوله لك. فالتعامل اتحاد الكوره مع الواقعتين كان عامل ازاي؟ لو مين عارف الاول مين الاحسن؟ ما انا بسال ده، مين اللي عارف الاول، الاعلام ولا اتحاد الكوره؟ الاعلام نشر الواقعه بتفاصيلها بكل حاجه وخدت رد فعل السوشيال ميديا بالناس كلها واصبح الاتحاد في ورطه. انا رايي ان ده سبب اللي خلى الاتحاد يعمل ده، لانه خاف من نفس السيناريو ده حقيقي يتنشر على تويتر وعلى الفيسبوك والناس تتكلم. طب احنا هنعمل ايه؟ هنبقى اخر من يعلم؟ ده الموضوع. بس في فرق، مش عارف الواقع طبعا. بالظبط، ان لما حصلت القصه بتاعت عمرو ورده، لكن ساعتها الناس ما كانتش هتفهم برضو يا امير. لا بس لما حصلت القصه بتاعت عمرو ورده الناس اللي حصلت في حقهم الازمه هم اللي اختاروا ان هم يعلنوا على السوشيال ميديا، انما في اليابان العامله اختارت ان هي تروح. لا العامله اختارت تروح الشرطه، فكان ممكن الواقع هتقف عند هنا. الاعلام كان هيعرف ماشي، بس اقصد اقول ايه، ان طبيعي ان الاعلام كان يعرف قصه عمرو ورده الاول، لان البنت او السيدات اللي تم التحرش بهن اعلنوا على السوشيال ميديا، فطبيعي كان الاعلام ما تفرقش على تويتر. خلاص ظهرت القصه. انا هنا فرد الفعل هيجي. انا ارى لو هنعمل مقارنه بين الموقفين في اتحاد الكره الحالي، يعني اذكى من الاتحاد السابق، وان كان رئيس اللجنه الحاليه كان عضوا في الاتحاد السابق، لانه على الاقل اللي فات ده استبعده ثم رجعه وتحدى. هي دي المشكلة. ده كان تعامل غريب يعني. بس هو التعامل بتاع اتحاد الكوره في قصه عمرو ورده في البدايه كان جيد. بعد كده لما حصل الاجتماع مع اللاعبين من هنا ابتدت المهم بس يعني في الاخر انه يبان، او لو بان انه عبد الرحمن مجدي بريء كليا يطلع نفس البيان بالبراءه قدام كل الاعلام. مظبوط، برافو عليك، لازم. طيب اخيرا، خلاص الوقت اصلا نفسه خلص، لكن انا عايز اسالكم بايجاز يعني عن مباراة الأهلي ودجلة غدا. إذا فاز الأهلي سيتساوى مع الزمالك في النقاط، وإذا استمر في نفس عدد النقاط يتوج الأهلي بطلا للدوري. شايف إزاي مباراة بكرة اللي قدام فريق ما ينفعش يخسر إذا أراد البقاء في الدوري؟ مش باكي على حاجة، وادي دجلة بيتعب الفرق الكبيرة لأنه بيستحوذ على الكرة كتير. الأهلي لازم يسجل في البداية، لأنه لو ما سجلش في البداية هيتعرض إلى كمية كبيرة جدا 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 من الركض والتعب، والأهلي بدنيا مستهلك، وده كان واضح في مباراه الانتاج الحربي. علشان كده التسجيل السريع للاهلي ان اراد الفوز لازم يحصل بسرعه. دجله لا يبكي على شيء طبعا، لكن المباراه هنا
بتتكلم فيها عن كل الاحتمالات، اما انه الماتش ينتهي بهيفي سكور للاهلي لو قدر ان هو يسجل مبكرا، واما انه دجله لحد اللحظات الاخيره هيفضل صامت في ده. انا متخيل انها مباراه هيكون فيها جوان كتير، يعني مش متخيل انها هتخلص بالصفر صفر وان دجله هيدافع. دجله عايز الفوز زي الاهلي بالظبط، عشان كده متخيل ان المباراه يكون فيها جوان كتير، النتيجه هيكون فيها يعني هدف واثنين وثلاثه، واعتقد ان الطرفين هيسجلوا. امير، دجلة بيعمل حاجة ما شفناهاش عنه أو ما نعرفهاش عنه، وهي أنه بيغير مدربه ثلاث مرات الموسم ده. دي حاجة مختلفة عن دجلة اللي دايما عنده مشروع ودايما عنده كرة بيلعبها وبيثبت عليها من مرحلة تكس جونيوس. فالنهاردة هو بيبتدي مع مدرب جديد، مدرب شاب اللي هو طبعا الكابتن عبد الباقي جمال، واللي هو كان متدرج في تدريب فرق الشباب وبعد كده عمل مساعد مع دجلة، فهو عنده من الخبرات ما يكفي للتعامل مع المواقف الصعبة، وده وضح في اول مباريات قادهم للفريق وما تعرضش فيهم للخساره. انا بشوف ان هيبقى التحدي الاكبر قدام الاهلي هو غياب ثنائي الدفاع بدري بنون وايمن اشرف. دي نقطه مهمه جدا للاهلي، خصوصا ان وادي دجله عجبني جدا 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 مهاجمهم احمد عاطف، مهاجم صغير في السن وسجل 3 اهداف في اخر 4 ماتشات للفريق، وهو كان اصلا هداف فرق هداف الدوري الشباب، فلعيب كويس جدا، واللي اتفرج عليه شايف ان فعلا عنده بوتنشال ان هو يبقى مهاجم دولي. فاعتقد ان من هنا هيبقى التحدي الاكبر للنادي الاهلي، خصوصا ان الفريق استقبل اهداف ضد اسوان، ضد الانتاج الحربي، ضد البنك الاهلي، فدي مشاكل دفاعيه بتواجه الاهلي، خصوصا ان طبعا احنا شايفين ان غياب سداسي المنتخب الاولمبي، عوده صلاح محسن فبقوا خماسي، مع طبعا ارهاق الاهلي، ده اكيد مأثر على اختيارات بيتسو موسيماني. بشكركم جدا على وجودكم معايا كالعاده في يوم الثلاثاء اللي بحبه جدا بسبب وجودكم. بشكرك محمود ونورتني. شكرا لك، شكرا جزيلا حبيبي، يا ريت والله. وامير بشكرك على وجودك معايا ونورتني. شكرا يا هاني. الثلاثاء اللي جايه هيكون معانا كالعاده امير عبد الحليم ومحمد المحمودي، وهيكون يوم 10 من شهر اغسطس، معناه انه هيكون نايتس على انطلاق احد اكبر الدوريات، الدوري الانجليزي وبعدها الدوري الاسباني وتباعا الدوريات المختلفه، فهيكون وجبه كرويه كبيره جدا سواء عن الدوري المصري المستمر او عن دوريات اجنبيه تبدا. شكرا لكم، نورتونا في حلقتنا النهارده زي كل يوم في الماتش، وتحياتي هاني حتحوت مع تحيات فريق العمل. الى اللقاء.